السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه انا الحمد لله مزيانه بوجودكم برسائلكم تعليقكم كاع داكشي زوين. الله يخطيكم، شكرا على كل شيء، على دعمكم، على فاش كنتلاقى معاكم والطريقه باش كتهضروا معايا وباش كتعنقوني، زعما الله يخطيكم. شكرا لكم كاملين، لاي سيده كتاخد من وقتها وكتجي وكتسلم عليا او كتجي وكتكتب ليا تعليق وكتصيفط ليا رساله، شكرا ليك بزاف بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله غيكون نهار زوين، غنبداو بحاجه زوينه. اول حاجه الفطور البنات كان مميز، انا هذا الفطور اللي شاركت معكم اليوم كان حماق عليه. كناخذ توست وكنرقدها في شويه ديال الحليب وتندوزها في شويه ديال الزبده، كنسمها بالعسل وبالقرفه، والقهوه ديالي فاش كنجي نطحنها كنطحن معاها نص معلقه ديال السكينجبير وشويه ديال القرفه، كنطحنهم مزيان نخلطهم مع الحليب، والفوق كنسمهم بشويه ديال القرفه. وخدي لي واحد القهوه، يا سلام. ثاني حاجه درت اليوم هو انني مشيت للحوايج نصبنهم، ولكن قبل جمعت الماء درتهم في لو لافيسيل، درت الماشينه لافي الكبيره ديالي تصبن وتنشف في نفس الوقت، ومشيت لهذه الصغيره اللي كتنفعني في السريبتات اللي تيكونوا مطبعين وفي نفس الوقت ما باغاهمش يخسروا. هذه راه كتحافظ على الحوايج بطريقه غزاله، كندير فيها السريبتات وعلى الفوطات الصغار، كندير فيها كذلك الزيوفه اللي تنخاف عليهم، تتخرج داكشي غزال وما تيخسرش وما كتهش ليسباس. دونك بعد ما خليتها تصب لقيت الماشينه لافي الكبيره الحادقه وجدات لي الحوايج، نشفاتهم، غادي نطويهم، غادي نرجعهم لبلاصتهم. واليوم ما شاء الله عندنا موضوع مهم للنقاش، فبقي معايا. موضوع اليوم غادي نهضروا على الوسط، وحنا فين كاينين وفين حاطين راسنا، كيفاش هاد الحاجه تقدر تطلعك لفوق وتنجحك في حياتك، وكيفاش هاد الحاجه تقدر تهبطك لتحت وتفشلك. الوسط اللي انت عايش فيه عنده واحد الدور فعال في انه يخليك انسان ناجح او يخليك انسان فاشل. خلينا قبل نتفقوا على واحد النقطه اللي هي مهمه، حنا في الدنيا ديما كتلقى اللي احسن منك وديما كتلقى اللي قل منك. انت الا كنتي معاشر مع ناس اللي هما قل منك فديما غتشوف انت راسك راك اكثر، يعني غتحس براسك انت ما باغيش دير مجهود باش تكون احسن، ولكن لو حطيتي راسك في بلاصه اخرى غادي تلقى راسك انك اقل. فلفات انك حطيتي راسك في بلاصه اللي هما ناس احسن منك، غادي تشوف حوايج جداد، غتشوف ناس ناجحين اكثر، غتطمح انك انت تكون ناجح وانك باغي باش تقدر تكون توصل او تفوت. فهاد كونك انك هزيتي راسك من بلاصة كنتي فيها احسن لبلاصة انت فيها اقل، كتخليك تبغي تكون انسان احسن وغتخدم وغتعلم وغتشوف بزاف الحوايج. فكونك انت نقلتي راسك من مستوى لمستوى غتخليك تطلع مستوى اضافي. فنصيحتي ليك هو انك حاول انك تحط راسك وسط ناس اللي احسن، ولكن شريطتها هذا ما يخليش هذا الشيء يعقدك، لا، شريطتها هذا الشيء يخليك تبغي تعلم منه باش انت تكون احسن. مزيان تكون مع ناس قل حتى هما غيستافدوا وغيبغيو يكونوا احسن وغيخدموا على راسهم، كدير واحد الحاجه زوينه، ولكن ما تبقاش حاصر راسك غير ديك لازون ديال انك بغيتي تبقى انت الاول، لا، مشي شي بلاصه اللي انت ماشي فيها الاول غتستافد وغتطلع وغتعود احسن. هذه حاجه. ثاني حاجه هو الكلام ديال الناس، وياك ثم وياك تحط راسك مع ناس اللي هما يا باغين يشوفوك ديما فاشل، يعني اي خطوه انت باغي تزيدها يقولك لا لا هادي الا درتيها غتفشل، او مثلا هادي راه حشومه داروش انت هكا وتمشي دير هكا. وانا نعطيكم مثال لهادي، انا كتكلي بزاف، انا مثلا في الميدان ديال التعليم العادي كاستاذه مثلا الحمد لله، فكرتي في يوتيوب هو انني كنبغي نصور، هوايه اللي كنبغي نديرها. نهار بديت في يوتيوب لقيت بزاف الانتقادات، واش انت يا استاذه وغاتمشي ديري يوتيوب؟ بالنسبه ليا انا كنبغي نصور فباغا ندير يوتيوب، فقلبت على الحاجه اللي كتعجبني كامراه اللي هي البيت، الديكورات، الوصفات، الحيل، قلبت انني نمارس فيها الهوايه ديالي اللي هو التصوير، وفكرت انني من خلال فيديوهاتي الحاجه اللي كنبغيو حنا العيالات كاملين نوصل رساله، اللي مثلا انا اليوم كنهضر لكم على تحقيق الاحلام كيفاش توصل ان شاء الله باذن الله. فلقيت راسي ثلاثه الحوايج كنبغي نديرهم كنديرهم، وهاد الحوايج اللي كنبغي نديرهم الحمد لله كتدخلني منهم واحد الرزق. فلو كنت سمعت ليك حشومه ديال داك السيد او ديال ديك السيده او ديال ديك مجموعه ديال الناس،
ما كانتش فدوى غتكون دابا بحال هكا. انا فخوره بهادشي اللي انا واصله ليه الحمد لله. دونك كوني ما سمعتش وفكرت وشفت الحويجات زوينين خلاتني الحمد لله درت واحد الخطوه اللي تنشوفها انا زوينه في حياتي. المهم في القصه كامله هو انك تكوني انت مرتاحه في داكشي اللي باغا ديري وفرحانه بداكشي اللي باغا ديري، غير ما يكونش يضر الناس وما يكونش حرام، وما جا في الجناب ديال الحشومه وعيب حيديهم وكملي حياتك. يعني حاولي حتى الوسط اللي انت فيه ما تكونيش وسط ناس اللي همايا باغين يفشلوك وباغين يطيحوك. وحاجه اللي غنصحك بيها، عمرك تجي وتبداي تعاودي لواحد هذا الحلم انا باغي ندير وباغي ندير الا لما تحقق داك الحلم. انك الا مشيتي تعاودتي لواحد وجوج وثلاثه واربعه ها هي فدوه، رجعي للقناه ديالي بعد سنين وغدوي فدوه راه ما درت والو. ديما الحاجه ديالك اللي باغاها بزاف تخدم عليها في صمت، ومن حقق هذيك الساعه راه براه نفرح كيما بغيت. وغتلاحظوا ان عندي نفس لاغوتين ديما في الجميع ديال الدار، وانني خصني ندوز لي دوش ديالي ضروري نقمهم، خاصني اسبيري لي ماطلا ديالي، ان عندي مشكل ديال الحساسيه ونحط كل حاجه بلاصتها، وخاصني نعقم الارض بالكارشر ضروري. ما كندير هذا الشيء بشكل يومي، اما التنظيف الكبير فما كنديروش بوحدي، كيكون معايا اللي يعاوني لان خص بزاف الحوايج يديروا ما تنقدرش نديرهم بوحديتهم. اي لو فات انك تكوني محتارمه واحد لاغوتين على طول الاسبوع ديالك، واحد لاغوتين ديال التنظيف العميق مره في الشهر، هذه الخطوات البسيطة اللي كنقول لكم دابا غادي يهنيوك من واحد ستريس ما تخيليش. تخيلي معايا ديما دارك نقية ومجموعة ومرتبة، كي غادي تكوني انا حنا كنهضر كسيدات، انا بوغ مو تنكون مرتاحة. وهاد القضية هي متى وصلت ليها؟ نهار عرفت بان خصني واحد الساعة في النهار اللي نخصصها لهاد الشي، وقلبت على ديك الوقيته اللي ما كنكون كندير فيها والو، وهي اللي عدت كندير فيها هاد التنظيف. داري الحمد لله كتكون مرتبه بالطريقه اللي انا باغا، نفسيتي اللي كتكون مرتاحه، وكنكون خدامه خدمتي على طول الاسبوع. غير جربوا البنات هاد القضيه ديال انك تخصي وقت محدد للتنظيف وساعه اللي غادي جلسي تنظفي فيها بشكل مستمر على طول الاسبوع، كوني متاكده داك ستريس ديال انا ما كيبقاش عندي الوقت نهتم براسي، انا ما كيبقاش عندي الوقت ندير خدمتي، ما كيبقاش عندي وقت لوليداتي، ما غيبقاش. غتهني من هذا المشكل بالمره. جربوها وردوا عليا الاخبار. مؤخرا من ضمن التعاليق اللي كيجيوني والرسائل كيقولي فدوة توحشنا الجولات ديالك في لي ماغازان لي بروموسيون زوينين ديال بصح الهميزات لي بون بلون. صراحه شحال هذا ما درت لكم دوك الفيديوهات، كنت درت واحد القناه ثانيه لعقلتو، كانت هاد القناه تسينيالات بزاف وكانت غادي تخاد، فبالتالي حلينا قناه ثانيه ومشينا لها وعدت كنحط فيها الهميزات ولي تور مثلا فاش كنلقى شي سولد كنصورو لكم، وصراحه كانوا فيها المشاهدات زوينه كانت عجباكم. ومن بعد حبست لان ما كانش عندي الوقت انني نكمل، ومؤخرا نرجع الطلب على القناه، فقولوا لي واش نتوما مهتمين انني نرجع للقناه الثانيه. غنحط لكم اللين ديالها في اول تعليق. صراحه راه شحال ما حطيت فيها، راه ملي غتدخلوا غتلقاوها، ما عرفتش بالضبط شحال، مده طويله يمكن عام ولا عامين ما بقيت حطيت فيها حتى شي حاجه. واخا هكاك تبارك الله الناس باقين في دال ديك القناه، قولوا لي في التعاليق واش راكم مهتمين نرجعوا لذاك الكونسيبت ونرجعوا نحطوا الهميزات ولي تور ديال المغازا، تكون حاجه زوينه بانت ليا هميزه كنشاركها معكم. فلا كنتو مهتمين كتبوا لي في التعليق، كنتو غير مهتمين كتبوها ليا كذلك في التعليق باش نحسب ونشوف واش فعلا نبدا ونرجع ولا لا. بالنسبه للقناه سميتها يمكن تخفيضات مع فدوى باش تعرفوا راني ناسيه حتى على السميه، غتلقوني حاطه لكم في اول تعليق. اما بالنسبه للفيسبوك فما عندي حتى شي صفحه اللي طالعه في لي نومبر ديال لي زابوني. يلا حليت مؤخرا واحد الصفحه تقريبا فيها شي 1600، غادي نخلي لكم في اول تعليق لوليان ديالها، وغنخلي لكم هنا التصويره ديال الفيسبوك ديالي، لان كي قلت لكم في واحد لا فيديو انهم بقاو كيسينياليو في الباج ديالي، حتى فيسبوك وقف ليا انني نحط شي حاجه فيها، فقط كنقدر نبارطاجي فيها لي فيديو ولكن ما كنقدرش لا نحط فيها تصاور لا حتى شي حاجه. وغنحط لكم الصفحه ديالي الحقيقيه هي هذه، اي حاجه جرات في الفيسبوك باسمي راه ماشي انا من غير هذا الكونت. انا كنعاود نقولها لكاع الناس لان الناس كيتواصلوا مع الصفحات الاخرين على اساس انا كنعاود نقولها انا بريئه من دوك الصفحات ماشي انا، هذه اللي غتلقاو هنا هي الصفحه ديالي.
ستفت كل حاجه بلاصه ديالها كي شفتو، نظمت كل شيء. راكم عارفين فاش كتكون تقضيه لواحد كيوصل عيان، غادي ندير اسهل حاجه، غندير لي غاكليت، غير هاد المره غنديرهم في الكوزينه. غنحط البطاطا ديالي صغيره بعد ما غسلتها مزيان، غنسلقها مع شويه ديال الملحه، وغادي ناخذ كذلك الروز حتى هو نفس الحاجه، بعد ما غسلته غادي نسلقوه شويه ديال الماء مع الملحه. الغاكليت ديالي راه كنت شاركتها معكم من لا مارك دي كاكيلا، راه كنت خديتها من طنجره، هو صراحه صدقت فنه. ما نعاودش لكم شحال كتنفعني في بحال هاد المواقف، فاش كنكون خارجه مزروبه وغنرجع خصني نوجد الغدا ولا شي حاجه، تنجيب غير داك اللحم ولا كفته تنقادهم نصوبهم، قطع البصله الفلفله اي خضر عندي كنبغيهم مشويين، كنوجد سلطه ديال الروز وكنسلق بطاطا. الفرماج ديال الغاكليت راه كيكون عندي مقديه، تنحطو كذلك، كنحط الحيمة ديالي كيتشواو. الصالاد ديالي كنبداو بها هي الاولين، كتجي فنتوز ديك 15 دقيقة وحنا كناكلو في لي صالاد، تكنلقى اللحم ديالي تشوا كنحطو في لي بلا مع البطاطس وداك الفرماج ديال الغاكليت رائع، ما تمحنتش فيه، كنا كلنا مشتركين في التحضير ديالو. باغمي الحوايج اللي ما ندمتش عليهم كذلك هي هاد الغاكليت، غزاه لصدقات بتنفع في الاوقات اللي ما كانش عندك الوقت وباغا تاكلي في الدار وباغا تاكلي اون فامي. دونك فوالا البنات، هذا هو لا فيديو ديال اليوم، يا ربي يكون عجبكم. انا صراحه استمتعت وانا كنهضر معكم وانا كنصور فيه. ان شاء الله ان شاء الله مازال جاي بزاف ديال الجديد. كنتسنى التعاليق ديالكم، اكيد ملاحظاتكم كتعاونني بزاف، رسائلكم كتفرحني بزاف، وبزاف البنات كيكتبوا لي في التعاليق في دوار كنتلاقاوك وكنحشموا نجي نسلموا عليك. ما تحرمينيش من ديك الفرحه انك جيتي سلمتي عليا، او كونترير كنفرح بزاف، عرفتي كيدوز عندي واحد النهار غزال من كنتلاقى المتتبعات وكيجيو كيسلموا. بالعكس، اجي سلمي عليا، نفرح بيك ونفرحوا ببعضياتنا، الله يخطيكم. وبهكا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كانت معكم في دوار قناه حير وافكار، خليتكم في امان الله.